حلانا اليوم تشيز كيك التمر بالنسكافيه، وصفة سهلة وسريعة وما رح تلاقوا أطيب من هيك قطعة حلا جنب فنجان القهوة. يلا نشوف كيف حضرته. بيلزمني كوبين بسكوت مطحون، بضيف عليهم ملعقتين كبار قشطة و50 جرام زبدة دايبة، بخلطهم منيح وبمد الخليط بقالب التشيز كيك، بطنته بورق الزبدة ليسهل علي تطليعه، برص البسكوت منيح ونروح نجهز الطبقة الثانية. بيلزمني كوب تمر منزوع النواة مع علبة قشطة وملعقة كبيرة نسكافيه، ربع كوب مي، وهون بتقدروا تضيفوا ملعقتين قشطة وملعقتين لبن زبادي. بخلطهم منيح وبوزع الخليط على طبقة البسكوت وبدخله على الفرن بس لتنشف الطبقة وتتماسك شوي. للطبقة الثالثة رح احتاج 3 ارباع كوب حليب محلى مع علبة قشطة وخمس حبات جبنة، ممكن تضيفوا اكثر، ملعقة صغيرة نسكافيه وملعقتين كبار مي. بخلطهم منيح وبصبهم على طبقة التمر وبرجعها على الفرن نار من فوق وهي بعيدة عن النار بس لتتماسك، وبعدين ببردها اقل شيء 4 ساعات. قطعتها وقدمتها وبالعافية مقدما لكل حدا حابب يجرب الوصفة.